سنأخذ الآن تجربة تقليدية في الاحتمالات تسمى مسألة مونتي هول، وقد سميت مسألة مونتي هول لأن مونتي هول كانت لعبة يعرضها مضيف اسمه مونتي هول في برنامج اسمه دعونا نعقد صفقة، بحيث ينشئون حالة مماثلة تماما لمسألة مونتي هول. هذا ما سنتحدث حوله. إذن لنقل أنه في العرض سوف يعرض عليك 3 من الستائر أو الأبواب، إذن أنت المتنافس مع هذه الشخصية البسيطة هنا. سيعرض عليك 3 من الستائر، الستارة رقم 1، الستارة رقم 2، والستارة رقم 3، وتم إخبارك أنه خلف واحدة من هذه الستائر هناك جائزة رائعة. في بعض الأحيان تكون تريد سيارة أو إجازة أو كمية كبيرة من النقود، ثم خلف الستارتين الأخريين ولا نعلم أي منهما هناك شيء لا تريده، لنقل حيوان أليف، ربما ماعز أو نعامة أو شيء كهذا أو كرة شاطئ أو أي شيء ليس جيد مثل جائزة النقود. والآن هدفك هو محاولة إيجاد الجائزة النقدية، وسيقولون خمن أي واحدة أو أي واحدة سوف تختار. لنقل أنك اخترت الباب رقم 1 أو الستارة رقم 1، ومن ثم مونتي هول أو طاقم برنامج دعونا نعقد صفقة سوف يجعلها ممتعة أكثر، بحيث لا يظهرون لك إن كنت قد فزت أم لا، ومن ثم سوف يعرضون لك واحد من البابين الآخرين أو واحدة من الستارتين الأخريين التي لا يوجد بهما الجائزة، ولا يهم أي واحدة تختار. سيكون دائما على الأقل واحدة من الستائر لا يوجد بها جائزة، وربما يكون اثنان إذا اخترت بشكل صحيح، لكن دائما سيكون على الأقل واحدة من الستائر لا يوجد بها الجائزة، ومن ثم سوف يظهروها لك. لنقل أنهم عرضوا لك الستارة رقم 3، وهذه الستارة رقم 3 يوجد خلفها الماعز، ثم سوف يسألونك هل تريد التبديل؟ هل تريد التبديل سويتش إلى الستارة رقم 2؟ والسؤال هنا هو هل هذا يصنع فرق؟ هل من الأفضل بالنسبة لك البقاء على تخمينك الأصلي، أم الأفضل هو أن تستبدله بأي ستارة أخرى متبقية، أم أنه لا يهم؟ إنه فقط احتمال عشوائي، وهذا لا يحدث فرق سواء استبدلت أم لا. إذن ذلك عبارة عن دعابة دماغية، وأنا أشجعك أن تحاول التفكير بهذا. في التسجيل القادم سوف نبدأ بتحليل الحل بشكل أعمق قليلا فيما إذا كان ذلك يحدث أي فرق. الآن أنا أعتقد أن عليك التفكير بعمق في هذا، ربما يكون لديك رأي خاص بشأنه. الآن لنعمل على هذا، وعند أي نقطة أنا أشجعك على وقف التسجيل ومحاولة تحليل ما الذي أتحدث عنه. الآن لنفكر بشأن اللعبة من وجهة نظر المقدم. إذن المقدم يعلم أين هي الماعز وأين لا توجد الماعز، إذن هذا الباب رقم 1، الباب رقم 2، والباب رقم 3. إذن لنقل أن الجائزة هي هنا. الجائزة هي عبارة عن سيارة كار، ولدينا ماعز هنا جوت، وماعز هنا، إذن لدينا ماعزين في هذه الحالة. إذن ما نريد القيام به كما هو موضح في هذه اللعبة، تذكر أن المتنافس لا يعلم ذلك، نحن نعلم ذلك. إذن المتسابق اختار الباب رقم 1 هنا، ثم لا يمكننا رفع الباب رقم 2 لأنه يوجد سيارة خلفه. سوف نقوم برفع الباب رقم 3، وسوف نقوم بعرض هذه الماعز. في هذه الحالة ربما أنه سيكون جيد بالنسبة للشخص أن يبدل. إذا اختار الشخص الباب رقم 2، إذا اختار الشخص الباب رقم 2، ومن ثم كما تظهر
اللعبة يمكن أن تعرض الباب رقم واحد أو الباب رقم ثلاثة، وهذا لا يهم بالنسبة للشخص للتبديل. إذا اختار الباب رقم ثلاثة عندها سيكون علينا أن نعرض الباب رقم واحد لأننا لا نستطيع اختيار الباب رقم اثنين، وتلك الحالة ستجعل لدى الشخص الكثير من الإحساس للتبديل. الآن دعونا نفكر بشأن الاحتمالات بالنظر إلى الخطتين. إذن إذا لم تبدل don't switch don't switch، أو بطريقة أخرى يمكن أن تقول أن هذه الخطة هي عندما تكون دائما متمسك بتخمينك الأول. حسنا، في هذه الحالة ما هو احتمال فوزك؟ ما هو احتمال فوزك؟ حسنا، لدينا ثلاث أبواب، الجائزة ستكون خلف واحد منها. إذن لدينا ثلاث احتمالات، واحد منها هو الاحتمال الذي ترغب به. احتمال الفوز سيكون واحد من ثلاثة إذا لم تبدل. أما احتمال الخسارة، احتمال الخسارة، حسنا، هناك طريقتين للخسارة خارج الثلاث احتمالات، ستكون اثنين من ثلاثة، وهذه هي الاحتمالات الوحيدة. لذا عندما لا تبدل هناك احتمال واحد من ثلاثة للفوز. الآن لنفكر في حالة التبديل. إذن عندما تبدل دائما always switch، دعونا نفكر كيف سيؤثر هذا على اللعبة. ما هو احتمال الفوز؟ ما هو احتمال الفوز؟ وقبل أن نفكر بهذا لنفكر بكيفية الفوز إذا بدلت دائما. لذا إذا اخترت في المرة الأولى بشكل خاطئ، إذا اخترت في المرة الأولى بشكل خاطئ سوف يظهرون لك هذا، لذا عليك دائما التبديل. إذن إذا اخترت الباب رقم واحد سوف يظهرون لك الباب رقم ثلاثة، يجب عليك التبديل. إذا قمت باختيار الباب الخاطئ رقم ثلاثة سوف يظهرون لك الباب رقم واحد ويجب أن تبدل. إذا اخترت بشكل خاطئ ومن ثم بدلت سوف تفوز دائما. دعوني أكتب هذا في الأسفل. في الواقع هذه الرؤية أتت من أحد الطلاب المتابعين لخان أكاديمي وقام بإرسالها إلي، وحقيقة إنها طريقة رائعة للتفكير بهذا. إذن إذا اخترت بشكل خاطئ، إذا كانت الخطوة الأولى الاختيار الابتدائي خاطئ initial pick is wrong، إذن تختار واحد من الاثنين البابين الخاطئين. ثم الخطوة التالية أنك دائما تبدل always switch always switch. سوف تهتدي إلى السيارة لأنه إذا تم اختيار أحد الأبواب الخاطئة عليهم أن يعرضوا الباب الخاطئ الآخر، وعندما تبدل فسوف ينتهي الأمر بالإجابة الصحيحة. إذن ما هو احتمال الفوز إذا كنت دائما تبدل؟ حسنا، سوف يكون الاحتمال بحيث يتم الاختيار بشكل خاطئ من البداية. حسنا، ما هو احتمال أن يتم الاختيار بشكل خاطئ من البداية؟ هناك طريقتين من ثلاث طرق للاختيار بشكل خاطئ، لذا لدينا فعليا احتمال اثنين من ثلاثة للفوز. هناك احتمال اثنين من ثلاثة للاختيار بشكل خاطئ وللتبديل إلى الرقم الصحيح. من ناحية أخرى ما هو احتمال الخسارة؟ ما هو احتمال الخسارة؟ PL بحيث أنه يتم التبديل دائما. حسنا، الطريقة التي تجعلك تخسر هي الاختيار بشكل صحيح. الاختيار بشكل صحيح pick right، والخطوة الثانية سوف يتم عرض الفارغ. سوف يتم عرض واحد من الاثنين الفارغين show empty أو الأبواب التي لا تحتوي على جائزة. ثم الخطوة الثالثة سوف يتم التبديل إلى الباب الفارغ الآخر switch into the other empty. لكن بأي طريقة سوف يتم التبديل بشكل محدد. إذن الطريقة الوحيدة للخسارة إذا كنت دائما تبدل هو الاختيار الصحيح في المرة الأولى.
حسناً، ما هو احتمال الاختيار الصحيح في المرة الأولى؟ حسناً، هذا فقط 1 من 3، لذا ما نراه هنا هو في بعض الأحيان حدسي، لكن أتمنى أن يكون هذا مفهوم. لدينا احتمال 1 من 3 للفوز، لدينا احتمال 1 من 3 للفوز إذا تمسكت بتخمينك، واحتمال 2 من 3 للفوز إذا تم التبديل دائما. هناك طريقة أخرى نفكر بها، هي عندما تقوم أولا بعمل اختيارك الابتدائي، هناك احتمال 1 من 3 على أنها هناك. إذا احتمال 1 من 3 على أنها هناك، وهناك احتمال 2 من 3، احتمال 2 من 3، بحيث أنها في أحد البابين الآخرين، وسوف يتم إفراغ 1 منهما. لذا عندما تبدل فمن الضرورة التقاط أن هناك احتمال 2 من 3، ورأينا هذا هنا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا، إلى اللقاء.